تيفون اللاعب سيف الدين الجربي لاعب سابق اتحاد بن قردين. سيف اهلا بيك. اهلا بيك خويا اسلام. اهلا بكم المستمعين كلهم. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله يا خويا الحمد لله. الحمد لله. باهي سيف، خلينا ندخل طول في الموضوع. كيف كيف تو كان معنا من صفاقس، كيف كيف خلينا في صفيصة عنده انترينمون زاد كيف كيف، انت نفس الكا، خلينا ما نطولش عليك. في صفيصة كنت قريب برشا من الانضمام للاولمبي الباجي، اخر لحظة خيرت تبقى في السعودية، من عارف شنو صار بالضبط؟ كان كما قلت انت كنت قريب باش نرجع لتونس ونلعب الاولمبي الباجي. انا عندي مشكلة هنا، عندهم ابليكاسيون اسمها توكلنا ما تنجم تدخل المطار كان بها، وانا مرت معناها معايا وبنتي ما عنديش مرتي الابليكاسيون هذه خاطر مش عاملة التلقيحتين، دونك ما نجمش نتعدى في المطار ونروح لتونس. دونك الحكاية هذي فشلت معناتها الانتقال نتاعك للاولمبي الباجي رغم الاتفاق على كل شيء. صحيح كان ثم اتفاق على كل شيء، اتصل بي الرئيس ونحن وتفهمنا على كل شيء، فهمت؟ انا فعلا جات الحكايه هذه ما نجمش نهبط لتونس تو، دونك خيرنا نخليه الوقت اخر وكهو. انت عايش خيرت العوده، نعرفوا اللاعبين في تونس يحبوا يمشوا للسعوديه، انت بالعكس. يا اخوي انا ما نحبش الاستبداد كما يقولوها، فهمت؟ استبداد؟ نجي تشوف خويا تلقى ما عندهم مدير كورة ولا مدير الاحتراف ولا شنية. التصرفات ما عجبتنيش، تخنقت عندي مدة معناها وانا نحب نفصل الكونترا بشهادة معناها الكوتش سعيد. ديما لا لا لا، بعد مقابلة حتى قطن ورئيس النادي والكوتش قريب الخمسة تاع الصباح، وانا كنت قراري ساي ما عادش نجم نقعد هنا، ما عادش حامل اصلا. نظرت رئيس الجمعيه بالحرف واحد قلت له حتى الطياره باش تعدي على السعوديه انا ما عادش نخاف. لهالدرجه؟ كانت عندي ضغوطات كبيره من مدير تنفيذي ولا شو هذا، كانت عندي ضغوطات كبيره منه، هو كيما نقولوا سمسار هنا، فهمتني؟ اي جوار ما يجي للجمعيه هذه كما يتعدى عليه هو، ما قبلش كيفاش انا جدي، كانت عندي ضغوطات كبيره منه، ما استحملتش. بريتو واحد معناها جاي يخدم على روحه وتبدا بلاصه ماكش مرتاح فيها، انا راك ياك مخير تبدل اجواء اخي. تو كيفاش؟ فما حاجه تبدلت ولا مازلت كيف كيف ماكش مرتاح؟ لا تو انا عندي عروض اخرى في السعوديه ما نكذبش عليك. ماكش باش تقعد فينا؟ لا 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 ما عادش نقعد فينا زران خويا، خاطر مساهم انا ورئيس نادي اللي انا ما عادش نحب نقعد هنا، فهمت؟ هو الاخر لحظه البارح بركب بالتليفون لا وقع معانا وصاي قلت له انا ما عادش نجم نقعد هنا ساي لازمني نبدل الاجواء، ما نعرفش توا مو بعد باش نقابله، وان كان خلف حب معناها نعمل مخالفه ونمشي على روحي. الوجهه الاقرب وين باش تكون ان شاء الله؟ انا تو في السعوديه معناها الوجهه باش تكون في السعوديه باش نقعد هنا ما نجمش نروح، فهمت؟ خاطر كانت الوجهه اذا كنت نجم نروح كنت انا نحب نفسيتي اني انا نحب نرجع لتونس باش نرتاح غادي. تو كي ما عنديش حل نرجع لتونس الميركاتو وساكن اليوم، دونك شكون نقعد هنا وكهرب. واضح، يعطيك الصحة، شكرا ليك سيف على دخلك معنا وبالتوفيق ان شاء الله. دونك كان هذا سيف الدين الجربي، كنا حكينا على اسباب فشل صفقة انتقاله للاولمبي البيجي. موزيكا الاخبار بعد مكملين في بلاي حتى للربح.